لازال الآباء يحتفظون في ذاكرتهم ايام الحج مشيا على الاقدام والجمال ويصفونها بالايام السعيده والهنيئه بالرغم من مشاقها وصعوبتها خلونا نسير نتعرف على الحج في الماضي كيف كان يا مرحبا بكم مشاهدينا ويا مرحبا بالوالده ام فيصل ومرحبا بالوالده ام علي حياكم الله اهلا ومرحبا فيكم يا هلا فيكم الوالده ام علي والوالده ام فيصل في حلقه اليوم بنتكلم وبنسولف شويه عن الحج والعمره كيف كان قبل الواحد من ينوي انه هو يصير الحج او العمره اكيد في بعض العادات اكيد في بعض الامور اللي لازم هو يسويها يسلم على لا يستسمح منهم فلو شوي تردونا لأيام قبل وكيف كانت هاي الاجواء يوم الواحد يسلم عليكم بحيث انه هو بيسافر. والله طبعا انا يسافر بيسافر، يسافروا قبل عشر ايام هالشكل. الدورة يقول انا ناوي سير العمره ولا الحج، الحج ولا العمره. قال لهم انا بسافر ابوي يسلم عليكم ولا كان يقول له رعت البيت والله ولا مثل لاكو اذا اسمه التمار سوت لي البسيس. سويت حطيت لي الدهن حطيت لي السحنه حطيت لي التمر حطيت لي قهوه حطيت لي شويه تسووه بعد قرص بالدرب له <applause> هي هي لهم قرص بالدرب والرضا وسووا تاوا هذا كبر شويه وهذا وتولفت لي يكون هام زاد الدرب يسموه زاد الدرب هاي هي دربهم يكون طويل هي طويل هي ولازم يسوقها قهوه هذا ويحملوا وحطيت لي كله عاد مسكينه حطيته قال يا الله سلم سلم على الاهل ما يدري عاد يرد ولا ما يرد ما الدرب طويله لا مشي ترى على الهك ذاك على جماله على جمل على بعير ها ومن درب لدرب من درب لدرب درب, درب من درب بالصبح ويمشوا ويوم ايو قرب بلاد ناموا حوليهم ذيك ما في خوف طرشي انت وياهم التعب وقفوا ارتاحوا ايه ارتاحوا جلسوا مثل صاروا اليوم من الصبح منه قريب الشارقة كذا بعد ما يوصلوا هالشارقة ظني يمكن الديل هالشكل نيموا حطوا في عندهم بعير عشو وخلوا من هناك وسووا لهم قهوة سووا لهم قرص هذيك اليوم القرص عليهم مر بعد يسووا والدهن وياهم والدبس وياهم والعسل وياهم كل شيء شالينه زادهم يكون ها بس للرجال ولا عادي يكون معهم حريم ياخذوا حريم وراهم هي. بعد ياخذوا بعد حريم وراهم نسوان لين وصلوا هناك قال انت من دبي للشارقه ومن الشارقه لين هالديل ومن هناك لين وصلوا أولين وصلوا أولي خلهم ايام واشهر آه ما يوصلوا شهور شهور يوصلوا حد يقول سنه يكملوا زين صاروا هناك يوم هناك اعطاهم حيوا عمروا حلو سووا ام علي مثل ما ذكرت الوالده ام فيصل آه عن بعض الاجواء اللي كنتوا تسوونها او بعض الاستعدادات اللي كنتوا تستعدونها قبل الواحد ما يطلع للحج آه او للعمره وذكرت ايضا بعض المواد الغذائيه اللي تاخذونها وياكم لو انت شويه بعد تسولفي لنا عن ذكرياتكم في الماضي كيف كانت عندكم هاي الاستعدادات زمن الاول هالشكل ما قالت ام فيصل يجهزوا لهم البيث يجهزوا لهم التمر هالشكل مع الدهن السمن هذا عشان هذا زادهم بالدرب اما قالت القرص يسووا عشان ويجهزوا الحرمه مع زوجها اذا على الاهل يسلموا على الاهل أصدقاء ما تندل ان هذا سفر طويل ما يعرفوا هاي رجعوا ما يرجعوا يسلموا على اهاليهم هذا ويروحوا يوم يوم نص الطريق ارتاحوا كلوا من هذا الزاد من عندهم وها صار وها لكن يطولوا يتموا لهم ما ادري كم شهر لين يوصلوا يوم يرجعوا بعد نفس الشيء يوم يجوا عاد ناس روحهم هذيل اللي يلتقون او هم قبل لا يصيروا الحج هم هذيل هل... اللي الحج يطوفوا على الاهل وهذا يسلموا عليهم ويوم يرجعوا انتم تسيرون يش... لهم هم يجوا لهم يستقبلوهم عشان تعرفي خبروهم اليوم فلان يوم الحج يشوفوا ما شاء الله ناس جايين هذيك مسويه خبز مع دهن هذيك مسويه بلاليط هذيك مسويه شيء كل واحده شاله قهوتها ويايه هذي, هذي قهوة لهذه الناس اللي جايين الحج. الحجاج الحجاج نحطي قهوتهم مسلمة عليهم ايش عادي نثر لهم سلامتهم يشعطوا الشريش يجيبوا هذا الشريش شعطوا اخضر وعييتهم خضره ينثروا عليهم الشريش هي. انزل والده ام فيصل آه ذكرت لنا وقالت لنا ام علي آه عن اجواءكم في استقبال الحجاج آه سولفي لنا عن الصوغات اللي يبونها لكم الحجاج قبل والله الصوغات يجيبوا لنا من هناك يجيبوا لنا كل شيء بس اكيد يجيبوا لنا الصفافير يجيبوا لنا ياهال لعبان يجيبوا لهم مختوم هذا مال الاول هاي عاديه هذه مال هاي يجيبوا لهم الادمج كحال يجيبوا لهم الماي الزمزم يجيبوا لهم السيايد يجيبوا لهم يجيبوا وايد يجيبوا منك بعد ويحصلوا حصه حلاوه يحصلوا شيء يحصلوا بس اكيد رقطوا تراهم جايبين لهم مثل الحين بعد يوم يجيبوا بعد الاول يجيبوا هيك هي كل سفره يجيبوا هي هي هيك هيك يجيبوا هيك يجيب لهم شكليت وهذا واختهم هذا مال هذا مال الحج على قولتهم ومسابح وسياييد ويركطوا لهم مساكين ويجيبوا تراهم عاد يشلوا لكم على بعير شويه الخفيفة <applause> هاي على الخفيف الحين حجاج يوم بيوم بيستسمحوا منكم ويسلمون عليكم قبل ما يسافرون هاي السفره الطويله والسفره المتعبه أه تعطونهم بعض الاغراض اللي تقدرون عليه أو أه والله يوم ما عندهم شيء يسووا بعد اليوم انا رايد بسير الحي ما اعرف اسوي بسيسه ولا يكون انا عندي دهن ولا عندي شيء ولا عندي بقى نعطيهم مثل هاي ما عندهم بقر بسيروا يعطيناهم يعني دهن يكونون عارفين حال بعض عارفين هي مثل هنا النخل ذيك اليوم فيها عساله نقص عسل، بعد حطينا لهم بعد شوي بالدرب بياكلوا مثل هم ما عندهم زرع، هنا نسوي الزرع نسوي شيء مثل طحين مال هاي، بعد حطينا لهم شوي طحين بسيسه قلينا وعطيناهم نتعاون، تعاون ما بيننا تعاون. جميل. هي هي رحله السفر للحج والعمره كانت رحله طويله اكيد يعني في هذا الدرب الطويل تواجهكم بعض المصايب هي تواجهكم بعض هي المشاكل. هم هي هي إيه لو بس تذكري لنا شوي بعض آه هذه المصاعب اللي ممكن تواجهكم اثناء السفر الوالده معلي. والله كانوا البار يقولوا عندهم صعيب عشان تندلي خاصة اذا ياهم بالمثل بالقيض شوي الجو حار. هي. تعرفي كيف في الليل يتموا يمشوا بالدر. في نهار الظهر يشوفوا لهم مكان ظله يرتاحوا، م. كله يخلي مشيهم بالليل عشان تعرفي كيف بالليل الجو بارد. خاصة اذا في قمر يمشوا على القمر. هي. الظهر شوية تعب علي. صعب مش عليهم مشوا مكان ظل يرتاحوا بالظهر لين العصر نعم. كملوا وصاروا مساكين وهذا الأكل معهم متعاون في أحيانًا يعني الأكل اللي يكونون شالينا وياهم أو آه الماي ما يكفيهم لين ما يوصلون المكان اللي هم سايرين لا كيف كنتوا تتصرفون في مثل هاي اللوقات الماء يوم ينقصهم الماي ينقصهم الزاد الماي كذا اول بار مثل شو بقول ليش كذا مثل شيء قربة قربة مثل برمه كذا قربة هي, هي يترسوا ماء وش اللي ورا ظهرهم هو هذا ما يخلص نفس اللي يحلم متروس عبا وشربوا بقياس ما مثل الحين انت قاعده بالبيت تشرب ليش وايد كميه لا يحاسبون على الكميات عشان تكفيهم هم عبارة تابعين طريق, طريق له يمكن ما يحصل ما يحاسبوا على الاكل يحاسبوا على عشان ما يخلوا عمرهم وايد يعانين ولا وايد شبعانين يحاسبوا على الذات مالهم لين يوصلوا المكان اللي يبغوا حلو انزين فيصل اكيد المواسم مواسم الحج ومواسم العمره ايام قبل تكون في اوقات معينه او محدده من السنه متى كانت هاي المواسم؟ هذه من من الفطر من تعيد هاي عيدوا خلصوا رمضان عيدوا بالفطر الاولي يلا شدوا الحي الفطر الاولي اللو... تراهم فطروا فيه والثاني يلا على الحي يوصلوا لين بوصلوا يكملوا شهر مره يدشوا بالحي بنفس ال... هاك الشهر بنفس الشهر يوصلوا مره خلص عباره مخلص الشهر الاولي الفطر الاولي مخلص دخلنا بالحي دخلنا بالحي سيده الحي يتموا هناك بعد بالحي وايد يتموا يب... يصلوا وايد ما مثل الحين 10 ايام لحقوا ولا ما لحقوا يصيروا مع المدينه. يعني اختلاف الحج بين قبل وبين الحين شو الاختلاف هذا؟ قولي لنا عن الاختلاف. اختلاف والله ركض هو ساعه الحين ركبوا بالطائره وردوا ركضوا عندهم غريب شافوا عمرهم ولا ذيك اليوم اللي يتحيروا عشان المده بعيد. مثل تحتاجوا متى يوصلوا متى ما يوصلوا الحين لا. الحين اليوم بك بكرة الوقف بكرة الوقف يلا اليوم الطائرة اليوم الطائرة بكرة بالوقف هالشكل عشان تقرب ما بينهم ما بين الطائرة ما بين المشي وما بين, بين يفرق شوية يفرق ما بينهم تسهلت الأمور هي, هي سهلت كل شيء يصيروا نهار الوقف آه قادرين بكرة الوقف اليوم بيصيروا ما يطولون آه بوصلوا بهاي ما لازم يصيروا المدينة يصيروا مكة حين. سيدة على الوقف هي سيدة على الوقفة يصيروا هذا بالنسبة للحج للحج وبالنسبة لأوقات ومواسم العمرة الوالدة يعني ومعلمة كانت تكون وسطوها شو عادي أحسن عمرتهم نشوفوا بشتاء هي. هي. يوم عمرة يكون شافوا الدنيا باردة وصاروا بشتاء ولا بالخيض لا بالخيض ما يقدروا عشان الحي لازم بشتاء ولا, ولا, ولا بالخيض ياس ولا بشتاء ولا بالخيض ترى هو حي ما يتفوت هذا هذا اليوم هذا العشر أما عمرة لا عمرة يوم يشوف عمرة يكون فاضية الدنيا باردة بأي وقت عادي هي بسير وقتي النهاية ما ضروري العمرة ما ضروري يكون متى سوى عمرك حار ولا بارد لازم هالم الوقت غير عن فريضة وصل. الحج اللي لها هي وقت هي معين. لها وقت وقت معين أما العمرة ما لها معين عادي هي عادي متى ما سمحت الواحدة ظروفها سريع يعني. راح الوالدة أم علي يعني سفركم كان طويل وكان متعب و ويعني وحد منكم كان يمرض ويطيح عليكم اكيد كنتوا وانتم ترتبون اغراض السفر تستعدون هاي الاستعدادات كنتوا تاخذون معاكم مجموعه من الاعشاب الخاصه بهاي الامراض اللي ممكن انها تصيبكم في وقت السفر فلو تذكرين لنا بعض الاعشاب اللي دائما تحرصون ان تشيلونها وياكم والله نشيل معانا مثل الياس نشيل معانا اليعده نشيل معانا وش اسمه المرأة هذا زموته الماي ورد هذا نستخدمه البان نشيله معانا اذا اي شيء نحس عورنا نعرف ان هذا الدواء هذا لين هذا لها العوق العوق عورنا شيء نعرف يكون كل شيء لهذا هاي. نستعمله نشيله هذا معانا كامل انه ورانا درب طويل وين بنروح لازم دوانا معانا حلو كلمينا اكثر ام علي عن اجواءكم في اداء فريضه الحج والعمره ايام قبل والله اول اول يوم يروح العمره او الحج هذا ملابسهم لبسوا صروال اخضر والكندوره خضراء يجي يحطوا لهم لبستين ويودوا وحده ولا ثلاث هذا هو لبسهم يروحوا فيه ويرجعوا فيه يغسلوا وحده ويلبسوها ما نلبس شيء غير وغدفه سوده ماشي عبايه بعد غدفه كبيره نفس العبايه ويروحوا فيها اول كان هذا اللبس حتى الحرمه اول بعد يوم يتوفي زوجها تلبس ألباس اخضر صح هاي شهر بعد شهر وعشر كله تلبس اخضر الحين لا الحين هذا ولو اللي لبسنا حق الحج والعمره ولا كل اخبار يلبسون سروال مع الكندوره نفس الشيء هذا بالنسبه للحج المراه هي. في الماضي ايام الحج وايام هي هي. العمره انزين طبعا احنا مستكملين معاكم الحوار الوالده ام علي والوالده ام فيصل لكن بنظهر الفاصل القصير مع مشاهدينا نرجع مشاهدينا نواصل خلق معنا حياكم الله مشاهدينا ومرحبا مرحبا بكم الوالده ام علي والوالده ام فيصل حياكم الله الله يحييكم كنا نسولف قبل ما نظهر للفاصل عن مناسك العمره وشو الاجواء اللي كنتوا تسوونها في الحج فاكيد نحن نعرف دائما اللي الحجاج او اللي راد من العمره يكون جايب صوغات فمتى الوقت المناسب اللي كنتوا تسيرون فيه السوق الوالده ام فيصل؟ اقبل الصلاه صلينا والقضينا فرضا وصلينا وما لي عاد قريب كذا كم من يوم عام من رج صرنا عاد ناخذ عاد لهم اسمد ناخذ لهم قحفيه ناخذ لهم مثل خاتم ناخذ لهم هاكو ذات سياده ناخذ لهم شيء بعد بعض الهال نشوفه بعد شرينا لهم عشان يوم يجونا ما نردهم شيء نعطيهم هي ما نردهم يكون هذاك بالسير اعطيتي هذاك ما عطوا شيء من الحي ما أعطوهم. بل أنا اعطوني كذا انا ما اعطوني هالشكل مثل الحين تاخذون لكل كل الفريج تقريبا أي هالشكل هيك ياخذ الجيران جيران وللأهل إيران جيران بدا يبعك اقبل على الاهل ويعطوهم عاد وسووا لهم ويبه بعد <applause> مثل ذاك من اليوم ويبة الحياي عندنا اليوم الغداء عندنا صار ذبحوا لهم وسووا لهم اليوم الغداء ببيت فلان بكر الغداء عندي ها متى يكون؟ يوم ترجعون هذا يوم يرجعوا <applause> يستقبلوهم يسووا لهم بعد وجبه يسووا لهم مثل هريس يكون قهوه يسووا لهم يجيبوا لهم القهوه ولا يجيبوا فرحانين ردتهم. اي فرحانين وذيك اليوم يسموها ما اسموا علم يسموها بنديره يلا بنديره اليوم كان كنتوا تعلقون بعد هي علم هي فوق البيت. كل بيت كل بيت, بيت يسموه يلا طارت البنديره اليوم الحياة جايين يا يلا نشربوا نشروا نشروا نشر الحياة جايين مرحبا مرحبا يلتقون بدنا ثور ملفين لهم على وهاي بعد دنق السبال وشويه مال شريج وشويه ريحان ونثروا ونثروا عليهم كل الدخله نثروا عليهم وجايبين قهاويهم بعد سوي نهارين سوي ها اجواء الفريد في استقبال إيه. إيه. الحجاج ايه, إيه. استقبال وايد استقبال لهم عشان ويش ما صاروا 10 ايام ولا 500 سنه لين يوصلوا هذا بالنسبه للجيران لكن ام علي يقولين اهل البيت نفسه كيف يستقبلون اهاليهم والحجاج؟ والله يستقبلهم بابتسامه حلوه، فرح وايد، ما صدقوا انه رجعوا لهم اهاليهم، احسن شيء فرحه. يسووا اي شيء يطبخوا وهذا عنهم سلامه اهلهم انه رجعوا اليوم ثاني شو الاشياء اللي كنتوا تطبخونها؟ طبخوا وش اول بار ما عندهم مطاعم، يطبخوا الدياي عندهم موجودين. يزخوا لهم ديك ديكين ذبحوهم، عندهم ذبيحه ذبحوهم سلامتهم، ان الحمد لله رجعوا لنا بالسلامه. فرحانين فرحانين سووا لهم الموجود عندهم كله سووا وحطوا وفرقوا لهم واللي جايبينها بعد الصوغات هاي كل بطلوا هايات يلي يار مصباح بايده ياهل معاه ولد ياهل لبسوا قحفيه يا اهل ثاني اعطوها هذا شو اسمه كل الصوغات للصغير للكبير ايه للصغير الياهل وتفرح الحين مثل بنتي يا صغيره شو جايبين لها الوخاتم لو <applause> لعبه <applause> مريه تفرح الياهله ام وينها مال الحج هالشكل صورات الحج كانت معروفه قبل اي شي بسيطه لكن لو شي بسيطه تشوفيها حلوه حلوه تشوفيها <applause> جميل انزين بعد ما تخلصون مناسك الحج والعمره وتبدا رحلتكم آه للعوده لدياركم ولأهلكم أكيد تواجهكم بعض الصعوبات وبعض المخاطر وقتها من حيوانات مفترسة من قطاع الطرق خبرونا شوي عن هذا الموضوع أكثر من فيصل هذا والله يوم يجوا عاوي بيته بالنهار وما هم ما يهمهم يمشوا ما عليهم ما يهمهم يوم باتوا بالليل بيتوا بالليل دي هناك يصيح يسمعون يقول أبوي تولموا شوفوا لكم غب عود عشان دي بنسمعه هناك يمكن يتقربنا ولا ما تقربهم ما عليهم شغل فيه ان تقربهم لا يعني شو لي نحتوا شردوه قبل لا يوصلهم شردوا ما اكلوا ذيب عندنا لكن الحمد لله هم ريايل من يسمعوا شيء هناك جاي يعرفون انه جاي ايهم غول اخطف عليهم وقتلوا يا ما تاكل الصحراء كل شيء فيها يقتلوه وايد صعيب صعي يجيهم اما مثل ساحر مثل شيء مثل حرامي هاي ما يجوهم ما كان موجود لا لا ما يجيهم لا قطاع الطرق غير بعد يصيروا من هناك من لهم روحهم بلادين وايد خبرونا عنهم وما تواجهكم بعض هاي المشاكل يعني؟ لا لا, لا ما تواجهكم ما تواجهكم اه اه حد من قطاع اه الطرق او حد من اهلكم ما يسولفون لكم الوالده اه معي يقولوا ما يصيبنا شيء هم بس من الدرب منا على الدرب هاي ما يجيهم لكن شيء منهم يطوفوا يغووا الدروب له يغووا الدروب مثل طاهم باغ الدين مثل غرب الدين مثل غرب هذا يكون ما يعرفوا الدرب السليم اللي يطوفوا اللي يصير بهم حلو انزين علي انت بعد قولي لنا شويه من ذكرياتك او ذكريات اهلك يوم يسولفون يسولفون لكم عن بعض المشاكل او المصاعب اللي تواجههم في السفر يقولوا يوم يصيروا الحج مساكين تدلي يوم يدور هواء ولا شيء تراهم تضيع عنهم الطريق يعرفوا يغووا يصيروا هاي بعدين يردوا يلفوا نفس الدرب نفس الدرب بعدين مساكين شقه عنهم لين يوصلوا هذا يتعبهم خاصة اذا في مثل هواء مثل استوى عندهم صعيبه ولا اذا هالشكل بنهار العصر بيمشوا الظهر بيرتاحوا يخلوا كله مشيهم بالليل خاصة اذا في قمر بالليل ليش؟ يمشوا ليش في الليل مع انه بالنهار يعني يكون اسهل لهم الرؤيه واضحه عشان بالليل تعرفي الجو بارد يكون خاصة اذا في قمر الجو بارد واي وتندلي يمشوا الظهر شوي يرتاحوا الظهر يشتاف كل شيء كلها تحت شجره شيء مكان ارتاحوا شويه. حلو، انزين ام علي يعني انت ذكرتي انه وقت ما حسوا بالتعب وخاصه لو كان نهار يوقفون ويرتاحون اللي بينام اللي بيريح اللي بي... بياكل له شيء خفيف، شو الاشياء او شو الادوات اللي كنتوا تستخدمونها؟ شو كنتوا تفرشون على الارض؟ شو كيف كانت يعني الاجواء في هذا الوقت؟ شو شالين وقت, وقت الراحه؟ يوم شالين ترى البعير محطين محطين عليه لغا... هذا شو اسمه الاغراض، فرشوا لهم سمه او شيء بسيط ما شوفوا الوايد شيء بسيط قعدوا عليه كالوا علي نفضوا ردوا اللي بي تعبان يبي يرتاح نفضوا قلبوا هاي كل جهه انسدح علي ارتاح شويه شو الاكلات او الطبخات اللي كنتوا تطبخونها في وقت السفر وفيصل؟ وقت بص... آه... شلوا لهم شلوا لهم مالح يلبسوه سووا لهم كسيف شل لهم سحناه شل لهم طبخوا لهم شويه عيش مكان ياسين شويه عيش عيش طبخوه حطوا عليه سحناه الدهن تالينه يحطوا عليهم دهن يشلوا كل شيء حتى اللوم يشلوا حتى البصل يشلوا وراهم وراهم كمشي. كلهم حملينه هي. وحطوا حطوا لهم طبخوا لهم شوية عيش بغوا يسووا شوية مالح سووا لهم مالح بغوا يسووا صحنا تكون خفيفة سووا وكلوا يوم بالليل بالليل قرصوا يسووا سووا قرص. سو لهم قرص سووا لهم الطبخ وقت السفر يايل ولا الحريم بعد؟ الحريم ورايل يتوالفوا حد يجيب الحطب حد يجيب هاي يتوالفوا ترى تتعاونون تتعاونوا يتعاونوا الريالات الهاي الحرمه حطت الهاي توالفوا طبخوا سووا وكلوا ما لهم خانه ولا مرتاحوا لين شويه قال يلا ابوي الحين الدنيا زينه خلونا نمشي ورفعوا ان وصلهم يوصلهم عاد ايام قبل على صعوبه المواصلات وايد صعوبه وايد و... قليل يصير الحي قليل قليل ما وايد ما وايد قليل كل يوم بعد ما يصيروا حد منهم ما يصيروا على القريب هالشكل قريب لا هت... تبدل الدنيا كم يصيروا ولا اول اول يوم شوية شوي تسهلت هي هي الامور تبسطت كل يوم صعيبه تخبرنا تقول صعيبه لا ساعات يصيروا ناس اول حتى الصلاه ما يعرفوها ما يعرفوا وين يقبلوا ولكن الحمد لله دارت عندهم الدنيا زينه وعلموهم ذهبت مطاوعه يحطوها تعلموا أمورهم قاموا درسوا هاي يعلموهم بيت بيت يولفوهم كلهم وخروا درسوهم كل شيء وتعلموا الحمد لله الحمد لله مشت الامور هي عدت الحين شياب الاولين يقرأ القران مره عشان ما شاء علمينهم. عليهم عشان معلمينهم دربوهم انزين ام علي يعني نحن ياسين نسولف عن الصعوبات اللي كانت تواجهكم قبل في السفر، يعني ايام قبل ما كانت في عندكم مثل البوصله يمكن ولا كانت موجوده؟ لا ما ما كانت موجوده، لا. كيف كنتوا تحددون الدرب؟ كيف كنتوا تعرفون ان انتم في الطريق الصح؟ يعني كانت رحلاتكم كلها بالصحاري بين ليبال، فكيف كنتوا تعرفون ان هذا الدرب هو الصح؟ سبحان الله يكون الانسان اذا ناي نيه يروح هذاك المكان رب العالمين هو اللي ييسر لي ييسر له سبحان الله تروحي مره سيده هي. هي لو غويتي شويه بعدين واحد من الجماعه اللي رايحين يقول لي كذا كذا يردوا نفس الشيء يعرف في واحد منهم يطلع يكون اشطر عن الثاني هي. ويمشوا ويسيروا مساكين يوم بيتغير عليكم شويه الجو مثل ما يعني رحلة أو السفر للحج والعمرة تاخذ سنة أو أكثر مثل ما نحن قلنا فيتغير في عليكم الجو يتبدل لو صادفكم أنه اليوم في هو قوي ومطار كيف كنتوا تتصرفون؟ يلسوا حطوا لهم شاي تحت سيارة تحت شيء ويلسوا ارتاحوا ارتاحوا لين كنت تبدل عليهم الجو يصير زين ذاك ما يتم وايد المطر شوية بعد ها موسم هي. أول موسم المطر ما يطهروا فيه ما يسيروا ما يسافروا والحين كل شيء يعدوا ست المصاريخ الحين بتدخل عشر المندوش الحين بتدخل الدرور اللي عارفوها ذيك اليوم <applause> الحين هالدرور درور لكم انتوا لا تسيروا بهالمكان هالدرور درور لكم الحين بتوالمكم هواء هالسبوع كله هواء السبوع حتى في مطر ذيك اليوم ما يعرفوا حتى البحر يخايسوا نهار بي موي بيعرفوا البحر شو يظهروا بيظهروا بيظهروا بيقول موي في البحر لا ظهروا اليوم كيف كم قدم متقدم عليه انت تعرفون هاي الامور تخلون الناس يقولون هاي الشغله لي. كل حسابات لي حسابات البر يعرفوا حسابات البحر يعرفوا الجو يعرفوا من اول هذا يعرفوه. يعرفوه وش بيسوا ما تروحوا عمرهم ماشي كلهم اذا ما كانوا يشلون معاهم آه اشياء يستخدمونها يدافعون عن اعمارهم لا سمح الله اذا واجههم شيء في الدرب اذا طلع لهم مثلا حيوان مفترس غير العصي ما كانت عندكم اشياء لا ثانيه تشلونها؟ عندهم هاي ها مستمه عندهم سكتون عندهم ما ها عندهم شلو هاي شلوه بعد شلوه على بعير شلوه ما يقولوا لهم شيء الحين لا ممنوع ممنوع ذيك اليوم لا دافع عن عمرك انت انت صح سحر ما تندل وانت توصل لا عندهم هذا ما يهم شيء يكون يضربوا بهاي يقول لك بس احتياط انهم احتياط شالينه شالينه ما يمنعوا عنهم ما من لي عنهم يعني هاي شله احتياط انت قابض درب هي. هاي شال لنا يكون هاي ذاك شالين وكل شيء سلاح يشلو زين وبعد كيف السيوف كانت؟ السيوف يشلو شو هي السيوف؟ هي السيوف يشلو هي. هي هي كل شيء يشلو حطوه كله بالخري هذا بالخري كله اغراضهم ومشياهم اكلهم كله بالخري هاي ويركبوا الركاب بعد يوم يشوفوا البعير بعيد عليه ولا شيء يحدروا يقودوا بعد بهي ترى يقودوا لين وصلوا. انزين وعلي قولي لنا إن اكيد انتم عندكم بعض الادوات او بعض المعدات اللي تشلونها وياكم وقت السفر تحفظون فيها الزاد، تحفظون فيها المي شو كنتوا تسمون هاي الاشياء؟ هذا ترى الجمل ترى ليه مثل خري، مثل شيء، نحطيه على ظهره، نحط يكون مكان ما الاكل، مكان مثل نحط عليه ملابس، مكان هذا، نحطه يعني. والجمل يركبوا عليه شخصين اذا تركب حرمه وريال او ريال عشان التعبان يوم نشوف بعد يكون الواحد ما تعبان ما لازم تركبيه تريحي بعد الجمل تمشي صح. شويه تمشي تخلي بعد يرتاح به ما كنتوا تستصعبون المشي لا الحرين. لا لا اول الحمد لله نمشي ما نحس بتعب يوم نشوف عمرنا وايد تعبانين ركبنا على الجمل هي. كان حرمه ولا ريال قال الجمل يركبوا عليه شخصين وما تاخذي ليش اذا رايحين كم ما تروح حرمه ورجال بس يروحوا كم نفر كنت الحين بسالك هالسؤال والدهم علي بالعاده كم واحد يعني يطلعون قافله يطلعوا قافله يطلعوا وايدين يطلعوا كم يلحق خمسه سته ريايل خمسه ستة حريم ان انت الحين طابعة الطريق لازم يكون وايدين انه صار في شيء ولا شيء عندي حد ما تواجهكم انه يعني وانتم طالعين هال هالدرب التقيتوا مع قافله ثانيه وكملتوا السير وياهم؟ لا يتوالفوا. <applause> يتوالفوا كم من سر روحنا جاي من بلاد ثانيه ومنا بلاد ثانيه يتوالفوا بالطريق يروحوا. وين رايحين؟ رايحين الحج. يكملون السير وياهم. يكملوا وياهم سير. في ناس بالمثل انت متى انا الحين اول مره اروح حج، هذاك الثانيه يقول لا انا رايح مره ثانيه، تعالوا الطريق منه ويساعدوا ويتعاونوا ويتوكلوا على الله. حلو هاي هي كانت اجواءكم قبل ايام هاد. هاد الوال. هاد الوال. سفركم للحج وللعمره الوالده ام فيصل. والوالدة آه أم آه علي نحن نشكركم آه على هذا الحضور المميز نشكركم شوي رديتونا آه آه لحياة قبل وعيشتونا أجواءكم قناة الشرقية نشكرها بعد الله خير يعطيك العافية والله يعطيكم العافية العافية خالص مشكورين يعطيكم العافية الله يعني حقيقة لا مقارنة بين الحج في الماضي والحاضر إذ كان الحاج يلقى الكثير من الصعوبات والمشاق نشوفكم في حلقة جديدة ومع السلامة